تكون الساعة؟ مشاهدينا الكرام، أوفياء الوطنية الأولى، أهلا وسهلا بكم جميعا. برنامج بتوقيت تونس يبدأ اليوم في وقت استثنائي، متابعة ربما للحدث الأبرز الذي لفت جميع وسائل الإعلام وشهد أو تسبب في فيض من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي. أيضا الحدث ما يزال ربما في ساعاته الأولى، الحقيقة لم تكتمل بعد. سنحاول معا من خلال طائفة من الضيوف والمحللين والخبراء والكتاب وموفد برنامج بتوقيت تونس إلى شارع الحبيب بورقيبة مكان الحدث، سنحاول أن نفهم أولا معا ما الذي جرى لنبحث في تداعياته السياسية فيما بعد. أيضا سنحاول أن نقترب ما أمكن من صورة الحادث عبر مراسلين ومفدين إلى شارع الحبيب بورقيبة وبعض المسؤولين من الأمنيين والسياسيين. الحقائق هي أولا وهي الأهم حتى نمد ربما الرأي العام بما يحتاجه من معلومة دقيقة وتحليل يبسط ما حدث وما جرى، لنحاول أن نفهم معا كما قلت تداعيات ما حدث اليوم على الساعة 2 ظهرا في شارع الحبيب بورقيبة. يدل إرهاب الغادر تضرب في قلب العاصمة بعملية وصفت حتى الساعة بأنها تفجير انتحاري، ربما للمرة الأولى يحدث الأمر بهذه الشاكلة. إذا ما تذكرنا معنا عملية الأمن الرئاسي غير بعيد عن شارع الحبيب بورقيبة أيضا، وأثناء أيام قرطاج السينمائية، ونحن ننتظر أو هذه التظاهرة الثقافية المهمة ستنطلق يوم السبت القادم. الظرف الزماني والمكاني متشابه لكن الحيثيات والملابسات مختلفة بالضرورة. أبدأ مع ضيوفي، منهم من هو من معلقي البرنامج ومنهم من التحق بنا لرفدنا بالمعلومات والمعطيات والقراءة والتحليل. على يميني شيماء عيسى معلقة البرنامج، أهلا وسهلا بك. على يساري عفوا ناجي البغوري صديقنا رئيس تحرير إذاعة موزيكا فام. على الزعيري أيضا تشابه النقيب باش يكون معنا من بعد زادة سبق ربما ولابسوس كما نقولوا. على يميني محمد اليوسفي الصحفي عضو المكتب التنفيذي نقابة الصحفيين. سنحاول أن نقرأ معا. أبدأ معك محمد، قراءتك الأولى لما جرى في شارع الحبيب بورقيبة اليوم على الساعة 2 ظهرا. مساء الخير قبل كل شيء مكي، وتحياتي لك ولكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. طبعا الحدث ما زال فائرا، الحدث ما زال سخون، ما زالت المعطيات غير واضحة خاصة في علاقة بالحيثيات وخلفيات وأطوار هذه العملية الغادرة. أعتقد من حيث التوقيت يعني لم تشكل مفاجأة باعتبار أنه اليوم على الصعيد السياسي هناك أزمة، والإرهاب عودنا دائما على محاولة استغلال هذه الفترات الصعبة التي ربما يحصل فيها نوع من الارتباك على الصعيد السياسي، التي تهتز فيها الجبهة الوطنية الداخلية والوحدة الوطنية التي يفترض أن تتوفر في حدود دنيا. اليوم الإرهاب يعد بوصلته بتوقيت سياسي في مكان له دلالات كبيرة أمام المسرح البلدي بما فيه من رمزية تاريخية ثقافية فكرية حضارية، على مقربة أيضا من السفارة الفرنسية، على مقربة أيضا من وزارة الداخلية، شارع الحبيب بورقيبة، شارع الثورة، الحياة، الفضاء أيضاً العمومي أين خاض التونسيون العديد من الصراعات دفاعا عن حرية التعبير، عن حق التظاهر سواء في فترة الترويكا أو حتى فيما بعد انتخابات 2014. مكان مدروس إذن وليس عفويا بالتأكيد لما يحمل من دلالات. نعم يعني أكيد هناك دلالات على الصعيد المكاني على مستوى رمزية العملية، ولكن علينا أن نؤكد أن هذه العملية كانت فاشلة بامتياز، وأن قوات الأمن نجحت في الخروج منها بأخف الأضرار. لم نسجل شهداء والحمد لله إصابات، فقط أخذ رأي شيماء كمصافحة أولى مع ما جرى كقراءة أو ارتسامات أولية ريثما تتضح تفاصيل الحدث. أهلا وسهلا، سأنطلق مما انتهى صديقنا. فعلا نجاح قوات الأمنية في السيطرة على هذه العملية التي لا قدر الله لولا تفطنهم لكانت كارثة كبيرة، وكان عنا ضحايا وكان عنا خسائر مادية. الحمد لله يعني أنه عملية بشكل هذية مخيفة مرعبة كان نسمعوها، معناها حزام ناسف ومعناتها هذا الأشياء هذية قداش عنا عليهم تصورات مرعبة في أماكن أخرى توصف بالعمليات النووية.
شوية الحمد لله اليوم لياقه رجال الأمن تمت السيطرة والتعامل فعلا. بسرعة كان مكي من الناحية التقنية إلى حد الآن ما زالت الشرطة الفنية تقوم بعملية البحث والتمحيص ربما قد تكون قنبلة تقليدية صنع وربما حزام ناسف ننتظر المعلومة الرسمية على كل هناك من يذهب إلى المظنون فيها إلى حد الآن لم يتأكد بعد التقرير الأولي لوحدات الأمن الراصدة هناك ناجي أنت صحفي متابع منذ سنوات لمثل هذه العمليات ولغيرها في الحقيقة هل ثمة جانب نوعي في عملية اليوم؟ النوعي لا نستبعد وأنا نتفق مع محمد أنه اختيار المكان ورمزية المكان يعني كان اختيار مقصود العملية كانت عملية استعراضية وذي تدخل في مسلسل العمليات الاستعراضية اللي للمجموعات الإرهابية بمختلف تشكيلاتها يعني سواء من تنظيم القاعدة أو داعش أو التنظيمات الأخرى المتمركزة في المرتفعات مرتفعات جبال القصرين بالأساس طريقة التنفيذ حسب المعطيات الأمنية لم تكن حرفية بدليل أن ما سمي بالحزام الناسف ولأنه فما رواية أمنية تقول أنها حقيبة صغيرة تحمل قنبلة يدوية مشدودة بحزام وذاك علاش يعني كان التفجير ما خلفش أضرار جسدية كبيرة في يعني حسب الصورة اللي شفناها وتابعوها حتى الشرطة الفنية ما خلفش أضرار كبيرة في جسد السيدة اللي تسمى منى قبلة اللي أصيلة ولاية المهدية ما خلفش أضرار كبيرة لأنه الحزام الناسف الذي يصنع بطريقة حرفية كما صار في سوسة وفي تفجير الحافلة نرجع على تاريخية أو تسلسل تاريخ يعني العملية الإرهابية بالضبط طريقة التنفيذ ولم تكن حرفية كمية المتفجرات ما كانتش كبيرة ولذلك ما كانش أحنا التفجير ما كانش حرفي لكن لابد أولا أن نشيد أيضا باليقظة الأمنية شارع الحبيب بورقيبة هو قلب العاصمة طبعا. الحضور الأمني فيه مكثف العمل الاستخباراتي أيضا رصد الحركة بكاميرات المراقبة وهذا مشروع أيضا ثم حرفية من هذه الناحية وثم عدم حرفية في العملية أيضا لازم أقوله أكيد سمحني أكيد فضل. أكيد ثم يقظة أمنية شارع الحبيب بورقيبة احنا نعرف واللي يعني من أول شارع إلى آخر الشارع يعني مجهز بكاميرات مراقبة نعم. وفيه تمركز لدوريات لأن الفتاة هذه يعني اقتربت من دورية أمنية يعني الهدف متاحها كان سيد البالماريوم لمن ليس يعني في العاصمة وما عندوش تفاصيل ما جرى بالضبط على مقربة من الكاتدرائية على مقربة من مركب تجاري بالماريوم ومن سكة المترو يعني التفجير وقع يعني على مقربة حذوة دورية أمنية ولهذا هذا يعني أولياً سقط أغلب المصابين كانوا من الأمنين المكان مدروس شارع حبيب بورقيبة المكان اللي في شارع حبيب بورقيبة أيضاً خلينا في شارع حبيب بورقيبة باش نربطه مع موفد البرنامج إلى هناك سيف الدين العامري كيف هي الصورة لديك في شارع حبيب بورقيبة أو ما تكشف منها حتى الساعة مرحبا مكي طبعا هنا في شارع حبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس وكما يعلم الجميع عملية إرهابية يعني لم يرح ضحيتها أي مواطن أو أي عون أمن إنما هي 7 جرحى في صفوف أعوان وزارة الداخلية وجرح مواطن والمعلومات الأولية تقول أنهم في حالة مستقرة دون أي أولا إصابة بالغة أو حتى موت أي ضحية هذا في المستوى الأول في المستوى الثاني هناك معلومات أولية طبعا من بعض الموجودين على عين المكان بأن القنبلة هي بدائية الصنع ونحن على بعد 3 أو 4 أمتار من مكان التفجير وطبعا الوفاة الوحيدة هي في المظنون فيها وهي فتاة وفق المعلومات الأولية طبعا بتحفظ تبلغ من العمر ما بين 25 و30 عام وليست هناك أي معلومات إضافية أخرى لأن حالة التحفظ الشديدة تسود هذا المكان الآن طبعا انتشار أمني مكثف في شارع حبيب بورقيبة وغلق الشارع منذ بدايته من ناحية المنقالة وصولا إلى باب حر هذا نفهمه التحفظ
المحافظ الأمني، لكن هناك أيضا معلومات سيف إن يصلك صوتي بشكل جيد أنه تم التحفظ والقبض فورا على شخصين في شارع حبيب بورقيبة، يبدو أنه كانت عندهم علاقة ما بما جرى، رجل وامرأة. هل لديك تفاصيل أكثر في هذا الشأن؟ نعم، سمعنا بهذه المعلومة ميدانيا، ولكن نفاها كل الأعوان الموجودين على عين المكان وخاصة القيادات. لم يتم القبض على أي شخص سوى أن حالة من الفوضى قد سادت منذ قليل شارع باريس، و يعني هناك أحد المضطربين عقليا قد قام بقول كلمات معينة فسادت حالة من الفوضى وتم اعتقاله على ما أظن. ولكن بالنسبة للمعطيات الأولية الميدانية الآن على بعد أمتار قليلة من العملية، لم يتم القبض على أي شخص، وهذا ما يردنا إلى حد هذه اللحظة وأنا أقف أمام هذه الكاميرا. من المعطيات الميدانية أيضا أخبرنا منذ قليل مصدر أمني في شارع الحبيب بورقيبة أن الجثة نقلت وفريق الأخبار تمكن من تصويرها. سنعرض عليكم هذه الصور فلوتي طبعا أو مظللة كما نقول، ريثما تصبح جاهزة للبث. والسيد وزير الداخلية، يبدو أنه هناك في شارع الحبيب بورقيبة هذا الحشد الأمني، أكيد هناك مزاج مواطني أيضا يرافقه. لو رصدت لي صورة المواطنين والحركة في شارع الحبيب بورقيبة بعد أن تجبني على حقيقة الجثة التي نقلت. نعم، القوات الأمنية نقلت الجثة إلى مكانها المخصص ربما لمزيد التحليل والتحقيقات. الحالة التي يوجد عليها شارع حبيب بورقيبة الآن هي الغلق التام، تقريبا لا يوجد في الشارع الآن سوى الصحفيين وأعوان الأمن والأعوان الفنيين والمخبر المتنقل التابع لوزارة الداخلية. الحالة الآن هي المحلات مغلقة، الفنادق مغلقة، هناك حالة إخلاء أمني ونوع من التحفظ الأمني طبعا تحسبا لأي خطر أو لترك الأعوان الفنيين للقيام بعملهم بدقة. رصدنا منذ قليل أن الأعوان المخبر المتنقل التابع لوزارة الداخلية كانوا يجمعون بعض القطاع المحيطة بحوالي 20-30 متر كقطر محيط بمركز التفجير الذي هو طبعا أذكر على بعد 4 أمتار من ورائي الآن، وتمكنوا من جمع كل الأدلة والتحقيقات جارية. وأعتقد أن وزارة الداخلية بعد ساعة أو أكثر من الآن سوف تقوم بنقطة صحفية سوف يتكلم فيها إما الناطق الرسمي أو السيد وزير الداخلية. سيف، تبقى حيث أنت وتشعرنا طالما أو في أي وقت تتوفر لديك فيه معطيات إضافية، الخط مفتوح، تتدخل مع متى ما شئت. سنحاول أيضا الربط فيما بعد مع المستشفى الذي أخذ إليه المصابون. من أخبار الجيدة أن الإصابات ليست بالبليغة، نتمنى لهم الشفاء العاجل. طبعا مواطنين وأمنيين كلهم توانسة وتعرضوا لهذا الحادث الشنيع، لهذا الحادث الغادر. أعود إليك محمد تعليقا على ما نقل، الصورة التي نقلها سيف الدين من شارع الحبيب بورقيبة، ثم حرص أمني كبير، ثم خليط أزمة مجتمع الآن، ثم بيان صحفي أو نقطة صحفية سيتم الإعلان عنها، وسيأتي إلى هذا الاستوديو والأخبار أيضا عن ربط أو تسليم الأخبار في 5:30، ثم مسؤولين في الداخلية بيجيوا وينوروا الرأي العام بحقيقة ما جرى والمعطيات. ربما العميد وليد حكيم يكون معنا فيما بعد. أنت كصحفي تتابع هذه الأحداث، ونقابة الصحفيين مهتمة جدا بتدريب الصحفيين على العمل والتغطيات الخاصة أثناء الأحداث الإرهابية بمعية وزارة الداخلية، أيضا صارت دورات تدريبية في هذا الباب. أولا تعليقك على حقيقة ما جرى أو ما أمدنا به سيف الدين في الشارع الحبيب بورقيبة. هو في حقيقة الأمر مكي، قبل الغوص في تفاصيل الحادثة وخلفياتها واستتباعاتها الممكنة، أود أن أعبر عن تضامني باسمي وباسم كل زملائي وزميلاتي أعضاء المكتب التنفيذي في نقابة الصحفيين، تضامننا مع الأمنيين الثمانية اللي أصيبوا في العملية هذه. هذم الأولوية اليوم، احنا معاهم، احنا جنبا إلى جنب قربهم، يعني جراحهم وألامهم اللي حسوا بها احنا حسوا بها الآن، واحنا ما فرقوش بين أمنيين ومدنيين في نهاية الأمر. الأمني كي نحي الكسوة نتاعه هو مدني في نهاية الأمر، فبالتالي كل مواطنين، فاحنا نعبروا على دعمنا لهم وتضامننا معاهم بعد الحادثة الجبانة هذه. في علاقة بالتفاصيل، اليوم من الواضح وأنه المعلومات تتواتر بنسق بطيء ربما لحساسية الحادثة وطبيعة العملية،
وخاصة ربما لوجود ضبابية نوعا ما في علاقة ببعض الجوانب، مثلا النقطة المتعلقة هل هو حزام ناسف أم هي قنبلة يدوية الصنع التقليدية الصنع. أعتقد إلى حد الآن الصورة لم تتوضح بعد، خاصة في علاقة بالحيثيات الدقيقة. الآن الكرة في ملعب وزارة الداخلية، حق المواطن في المعلومة، نعلم أن هناك ضوابط تحريرية مهنية صارمة ودقيقة، حتى ضوابط أمنية في فرز ربما ما يقال وما لا يقال. تعرف الأمنيين أيضا عندهم محاذير عمل ونفهمها، الصحفي يلهث ويحرص على المعلومة. أذكر فقط أن هذه الصور أولية، ونحن نتحدث صديقنا محمد نمرر هذه الصور من باب الإلوستراسيون أو من باب عرض أول الصور الواصلة إلى استوديوهات التلفزة الوطنية الأولى. فقط أردت أن أؤكد ناجي أنه قيل لي منذ قليل أنه لن تكون هناك ندوة صحفية، سيكون معنا مسؤولين العميد وليد حكيمة وآخرون لإنارة الرأي العام بحقيقة ما جرى ويجري. نوضح هذا. ناجي نأخذ منك أيضا ارتسام على هذا ال اكتسبوا التوانسة خبرة في التعامل مع العمليات الإرهابية، أمنيين وصحفيين أيضا. صحيح، لكن خليني نسوق ملاحظة فضل. في البداية كان ثم بطء في تقديم المعلومة من قبل مصالح وزارة الداخلية، ربما لتواجد وزير الداخلية مرفوق بالناطق الرسمي في مجلس نواب الشعب. تعرف اليوم هذا جلسة، عنده جلسة صحيح. استماع بالضبط، لكن منطقة تحري، وأنه أنا مسؤول ما نقدم لكش بحشيش وبريش ونفرز قبل ومن بعد قدم لك. أنا كنت في مكالمة مع العميد حكيمة، قال لي اتصال الأزمة يقتضي أن ندقق قبل أن نعلن، لأن هذه مسؤولية أيضا بالضبط. فضل. لكن وزارة الداخلية بمصالحها المرة هذه يعني في العملية هذه، وهذا ما لاحظته يعني، أثبتت كفاءة في التعاطي مع العملية الإرهابية من خلال توصل أعوان فرقة الشرطة الفنية اللي قاموا بتحليل البصمات، وتوصلوا في وقت قصير جدا للتعرف على هوية الفتاة وحتى اسمها ولقبها. هي من مواليد 1 نوفمبر 1988 من جهة ومن منطقة زردة في منطقة معتمدية ولاية سيدة علوان في ولاية المهدية. طبعا لي طبعا ما زال التحليل الجيني سيكشف اكثر بالتاكيد بالضبط. وفما فرقه امنيه تابعه لفرقه وحدات مكافحه الارهاب داهمت منزل الفتاه هذه فورا، وفما تحقيق وبحث فتح في وجاري حتى التحري والتحقيق مع فرد عائلتها ومحيطها العائلي ومحيطها المواسع. يعني ما هو معروف على الفتاه هذه انها فتاة عزباء، يعني ما هيش معروفة لدى مصالح وزارة الداخلية. حد لحد الآن صديقنا ناجي على حالة اختلال عقلي دائما يسوق لها كل ما جرت عملية. لا. هي مدركة وتعرف ما تفعل وقامت به وشيء مخطط له يعني. بالضبط. المشكل أنه وزارة الداخلية ما عندهاش يعني بلوغة الأمنيين ما هيش مفيشة لدى وزارة الداخلية. مش مفيشة أما للأمانة قيل لي أيضا، لأن أنا أستقي المعلومات من هذه الأذن أيضا، أنه شكلها لا يوحي بأنها إرهابية جين ولوك مودرن، خلينا نقول يعني ما عندها شكل النقاب أو الصورة النمطية للإرهابيات أو الإرهابيين. هو الإرهاب يعني ما في كان يعني. لاحظت في السنوات الأخيرة مش حتى في تونس يعني، حتى في بعض البلدان الأوروبية يحلق يعني لحيته. بالضبط، أصبح يختار بشكل جيد وذكي جدا منفذي العمليات هذه، خاصة العمليات الانتحارية. يعني احنا شفنا الشاب اللي نفذ العملية في الحفلة الرئاسية، يعني من هيئته من لباسه مكان يوحي يعني بعيد كل البعد، بعيد كل البعد يعني ما كانش عنده لحية يعني، بالعكس كان معناها يشبه تقريبا أغلب شبان تونس. هو مبدأ التقية الذي يستعمل في سياقات سياسية وإيديولوجية أخرى. ربما خليني نربط مع شيمة من باب التوصيف الأكاديمي، وأنت تشتغلين على هذا الباب. هذه العملية يمكن وصفها بمثال الذئاب المنفردة كما يصنف؟ نجم يكون، لأنه عملية استقطاب البروفيل هذية معناها متاع الناس اللي مش معروفين عند الأمن، يعيشوا شوية بعيد على المدن، عندهم حالة انزواء معينة، حتى في العمر يكونوا معناتها بين 20 و30، هذوما كلهم مؤشرات يدخلوا يعني في البروسيسوس دو راديكاليزاسيون.
هذوما الكل معطيات نجم حتى وزارة الداخلية بعد تزيد تشوفهم وتعطينا أكثر باش نتأكدوا من مطابقة معناتها هذه المعلومات مع البروسيسوس اللي نحن نعرفوه. حبيت نرجع معناتها التدخل في شارع الحبيب بورقيبة قبيلة لأنه بالصدفة يعني أنا كنت موجودة فعلا على خاطر بعد يمكن حكيت 30 دقيقة أنا كنت موجودة وشفت برشا مواطنين معناتها برشا على ضفتي الشارع معناتها والأمن كان وقتها قاعد يعمل في تنزيلات الفرق نتاعو على مرأة ومشهد من المواطنين وكان ثم ثبات واضح ثم إرباك عند الناس هذا طبيعي وأمر نفهمه محمد وناجي لكن ثم ثبات فتعانا شفت الصور الأولى اللي وصلت ثم وقفة حقيقية لأنه الأمن يقولهم ابعدوا وما الناس مش قاعدة تبعد أما الحمد لله في الأخر اقتنعوا لأنه هجمات كيف هذه تنجم يكون عندها هجمات ارتدادية لأنه بالرجوع إلى بعض العمليات الإرهابية في بعض المدن الأخرى في العالم يجمعوا الناس ويعملوا عمليات ارتدادية يمكن في أماكن أخرى بالضبط. الحمد لله يعني اليوم ما صارش هذية ولكن كيف ما قلت لك يعني كان فما تواجد رهيب للناس يعني الأمن يقول لهم ابعدوا هما يحبوا يصوروا ويتفرجوا هذا التونسي اللي في ملحمه بن قردان يعضد ويسند حتى قال بعض الظرفاء حينها مقاومة الإرهاب بالجمهور يعني رغم الرصاص الذي يسري في كل الاتجاهات وكيف فما عبارات يعني تشجيع للأمنيين كانت بطريقة مباشرة ويعرضوا أنفسهم للمخاطر نقول لهم في العمليات هذه البقاء أو التنحي جانبا دائما أسلم والرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المقام الثاني هذا التهور ربما إذا ناقفوا في مسار إطلاق نار أو عملية إرهابية محمد مش نستعير عبارة من ناجي قال ما هيش مفيشة سأستعملها أيضا نذكر في 1 نوفمبر عملية باردو شخص موش مفيش أمنين وغير معروف تماما الإرهاب يغير من جلدته يغير من تكتيكاته يبتعد ما أمكن عن أناس من باب البروفايلينج معروفين يعني صحيح هو دائما أسلوب المخاتلة هذا معروف على الجماعات الإرهابية لكن قبل هذا خليني مكي نحب نرجع لرمزية شارع الحبيب بورقيبة شارع الحبيب بورقيبة بكل ما يحمل من معاني ورسائل وقلب نابض لتونس العاصمة نحب نقول التوانسة امشيوا شارع الحبيب بورقيبة اليوم نكاية في الجماعات هذه واحتفلوا واشربوا القاوي ومشيوا المسرح وحوسوا وجسسيه قريبا وتتواصل الحياة أحسن رد وأحسن رسالة على الجماعات هذه كما أيضا نحب نحيي زملائي وزميلاتي الصحفيات اللي أكيد برشا منهم موجودين في الميدان الآن واليوم الحمد لله قاعدين نكتسبوا شيئا ما خبرة بفضل الدورات التدريبية اللي قامت بها نقابة الصحفيين أيضا ربما التعاون متاع لايكا والمقاربة القائمة على التعديل الذاتي اليوم الحمد لله بدأت تعطي أكلها ولكن نحب نرجع للب الموضوع اليوم مكي أنا نعتقد أن العملية هذه ما يلزمهاش تاخذ أكبر من حجمها علاش؟ أولا لأنها عملية فاشلة ثانيا لأنه اليوم إدارة الأزمة وخاصة التعاطي الأمني في مرحلة الارتباك الأولي يعني أورينا في عملية أخرى كان ارتباك كبير صحيح. اليوم فما تحسن كبير في الأداء الأمني وهذا لابد من الإشادة به ثلاثة اليوم أيضا واضح الإرهاب وأنه اليوم يعيش في فترات وهن وفي مرحلة محاصرة وتم تضييق الخناق عليه لهذا العملية كانت بطريقة غير احترافية وأنا نشاطر الزميل ناجي الرأي في كلامه في علاقة بتوصيف العملية أنا نعتقد أنه اليوم الإرهاب ما يلزمناش نخاف منه وإحنا عمرنا والتونسي معروف بحبه للحياة وبشجاعته وإيمانه بالدولة هذه التونسي نجم يكون متغشش على الدولة هذه تعاطيها مع بعض الملفات ولكن التونسي دائما يستبسل في الدفاع عن هذه الدولة صارت عملية الأمن الرئاسي ما وقفتش الجسسية تواصلت هذا كان وهذا هو التونسي اللي يحب الحياة اللي يحب الثقافة يحب بهجة وروح الحياة أنا نعتقد اليوم وأنه الظاهرة الإرهابية هي ظاهرة تاريخية معقدة مكي ومسترافقنا لسنوات للأسف ولكن من المهم وأنه اليوم فما عمل كبير تم الاشتغال عليه سواء من قبل المجتمع المدني من قبل باحثين جامعيين أنا أشير على سبيل الذكر لكتاب الزميلة الصحفية منى العرفاوي رفقة الأكاديمية أمال جرامي أيضا الدكتور عبيد دخلي في معهد دراسات الاستراتيجية اشتغل على المسألة هذه اليوم احنا في امس الحاجة لمحاربة الفكر الإرهابي واضح. هذا هو لب الموضوع هذا هو. منافسة الخطاب البديل اللي هي تبعد بالضبط انت تقرأين جيدا افكاري كنت باش نسأل ناجي ولا نسألك انت هل نجحنا في الخطاب البديل وإدارة الأزمة إعلاميا واتصاليا ثم حصار
يسميه جهاد أونلاين باللونجلي، رغم نختلف على كلمة الجهاد، مش هذاك الجهاد، هو إرهاب أونلاين. نجحنا في الخطاب البديل، فما مجهود وفما معناتها اشتغال، ولكن غير كافي الحقيقة، معناتها غير كافي، لأنه وجب أن نستفيد من التجارب العالمية. لازم تونس تنخرط، تجارب مقارنة، المقارنة وهي نحن معناتها كيف نمشيو للمراكز العالمية نتاع مقاومة الإرهاب أو تحليل الخطاب معناتها العنيف، يقول لك نحن رانا الكلنا ندورو فرد فلك، معناتها ما يجيش كل واحد يواجه الإرهاب وحده. لازم تونس تنخرط جديا وفعليا في بعض المراكز العالميه اللي هي عندها معلومات على تونس وعندها بروسيسوس. نعاود نقول البروسيسوس اللي تري امبورطون، نجح في بعض البلدان، نجح في بلجيكا اللي ضربت برشا معناتها. خلينا ناكد زاد ونربط مع كلامك شيماء ونتحول صديقنا ناجي، فما خطه استراتيجيه وطنيه للخطاب البديل كانت تونس تخدم عليها وكانت رايده في المحيط العربي والافريقي في الحقيقه، توقفت هكذا وهي الآن في أروقة الداخلية، عند هي دعوة لتفعيلها ربما هنا، عندك فكرة عن هذا الباب صديقي؟ عندي فكرة، لكن قبل ما نحكي في الاستراتيجية اللي تقريبا بقات حبر على ورق، نحب نقول اللي روى اختيار الجماعات هذه للأشخاص وتكليفهم بتنفيذ العمليات الانتحارية، صحيح يختاروا أشخاص ما مش معروفين لدى المصالح الفنية أو لدى إدارة مكافحة الإرهاب، لكن يختاروا أشخاص عندهم ميول للتطرف و يعني يؤمنون بما يسمى الجهاد معجم الجماعات الإرهابية. يعني الحديث على الاستراتيجية الحقيقة ولا حديث يعني معنى غير ذي جدوى، لأنه عندنا من سنوات وكان ثم مطلب تقريبا يعني من المجتمع المدني وثم العديد من المثقفين وحتى الإعلاميين والخبراء تطوعوا لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، لكن للأسف الشديد الاستراتيجية هذه يعني بقيت حبر على ورق. كان ثم عمل كبير يعني الاشتغال على المنظومة التربوية، الاشتغال على بعض المناطق والأحياء الشعبية أين توجد الخلايا الإرهابية، الحاضنة الشعبية كما تسمى للإرهاب. وخلينا نقول راو يعني الإرهاب مازال يعني متمكن من بعض مفاصل التراب التونسي به. الخلايا الإرهابية، استسمحك يا عذرا ناجي، باش نرحبوا بالأستاذ محمد عبو عن تيار ديمقراطي، تفضل، والمجال مفتوح أنه يدخل الضيوف المباشر، لا ضير في ذلك. نأخذك على خلوط كما نقولوا بالتونسي، قراءة السياسي والناشط الحقوقي لما جرى. شكرا، طبعا ربي يشفي الجرحى معناها اللي وصيبوا اليوم سواء أمنيين ولا مواطنين، إن شاء الله ما ترجعش الأمور هذه على بلادنا، إن شاء الله ما تأثرش في الصورة نتاع بلادنا، قاعدة تصير حاجات كيما هذه في أكبر العواصم العالمية، في العالم الحر، في الولايات المتحدة، في فرنسا، في كثير من الدول اللي عندهم قوة أمنية أكثر منا، نحن عندهم إمكانيات أكثر منا، نحن مدربين أكثر، معناها معروفين كم متقدمين، وصارت وما مستش السياحة إلى آخره، نحن لسوء الحظ الضربات هذه اللي تصير تأثر في وضعنا، تخلق شوية أزمات سياسية وهذا لازم نقطعوا معها. قبل حديث تداعيات أستاذ محمد، ما جرى واضح مهيكل مبرمج مخطط، اختيار الزمان والمكان بداية أسبوع، مكان لدورية مش بعيد على المسرح لافنو، مش بعيد على الداخلية، قراءة دلالات الزمان والمكان والعملية النوعية اللي هي حزام ناسف، نتفق الكل أظن على أنه هذا تقدم خطير ونوعي في مسار العمليات. الحاجه هما ما قالوش معنا متاكدين برشا من الحكايه، حزام الناس ربما تكون قمله اخرى معنا تقليد صنع حاجه كيما النوع هذا، مش بالضروره زوز روايات تو نشوفوا بعض الناطق الرسمي شي يقول في الجانب هذا. اما على كل حال اختيار الزمن هو باش يكونوا واضحين، راهي منتظره من قبل معناها. طبعا احنا كسياسيين راهو الاسم كون نبعدوا ياسر على التحاليل معناها في الجانب هذا، علشان بديت راني بالاثار والكل خليها الامنيين معناها يقولوا، اما هما كامنين راهو متوقعين الظاهره الارهابيه ما زالت ما انتهتش من العالم ومن تونس، انحصرت بهزيمة الطائرات السلفية الجهادية داعش ونصرة وغيرهم في سوريا في العراق وحتى في ليبيا، رغم يبدأوا يقربوا شوية العاصمة بعض التنظيمات، لكن بشكل عام فما هزيمة مقارنة ب 2013 وب 2014 والكل هذا مهم يأثر على تونس، تنقص شوية الرغبة في الالتحاق بالتنظيمات هذه، برشا ماتوا سادم اللي خرجوا من تونس معناها في إطار العمليات هذه الإرهابية وفي القصف ماتوا وكذا، هذا صحيح، وهذا ينقص ربما نوع من الرغبة لدى شباب تونس المهمش اللي في بسهولة يقع استقطابه في كونه يلتحق بالتنظيمات هذه، نقصوا عددي ما ينجمش حتى تراجع كبير صحيح في المريدين لهذا التيار العنيف جبال وخاصة في شعامبي،
ولا حتى الفكره تصورنا للمدن مش كما كان موجودين مثلا في سنه 2016. انت التذكير به معنا جايك الحديث جايك الحديث التداعيات، لكن حديث المسؤوليات في الاول، مسؤوليه السياسي مما يجري، هذا التشظي الذي نعيش، هذه الازمه السياسيه الماثله والتي تتسع، ربما يتحمل السياسي دور في انه لم يجد حلولا لمشاكل عالقه، وبالتالي هذه مداخل الارهاب ايضا. يعني كان ثم مسؤوليه غير مباشره من قبيل كانوا تسبب في الفقر وتسبب في البطاله وتسبب في التهميش، ومازال ما صلحش النظام التعليمي كان يحكي عليه صديقنا ومازال ما صلحش، وراقب الخطاب الديني مش بمعنى تستغل الحكومه لمصلحتها، وانما بنوع معناها من المتابعه للتجاوزات، وربما الخطاب يكون اختياري الى اخره، مازال ما تبعش بشكل مناسب معناها بعض الشيء اللي هي داخله في السياسات العامه للحكومه. من جانب هذه بشكل غير مباشر هو مسؤول، اما تحميل السياسي مسؤوليه مباشره طبعا الشيء الحقيقه ما نجموش بالبساطه هذه، خاطر تعودنا تو عنا ولات 7 سنوات من الارهاب في تونس بعد الثوره، خاطر قبل الثوره موجوده، قبل الثوره للتذكير موجوده عمليات. راهو سفيان الشرابي معناها شر في موقع وربي يرجعه معناها كانوا حي ونتمنوا هذا يرجعوا سالم ان شاء الله، معناها معناها قلت في سنه 2018 نشر القائمه بتاع الارهابيين معناها اللي موقفين في السجون عددهم 1600، فيش حد معناها يقول راهي ظاهره جديده، لا موجوده ظاهره قديمه قادمه في العالم قديمه في تونس معناها، لكن الحده نتاعها زادت بعد الثوره لاعتبارات معروفه، حال تسيب الامني، حال تسيب ككل، ما عادش فما قوه مثلا مع تذكير كونه قبل الثوره كان اغلبيتهم ربما يهاجروا العراق. يقول جنرال الامريكي قبل 14 جانفي يقول الاكثر دمويه والاكثر عدد في العراق هم التوانسه، وهذه تؤلمنا وقتها كما تو تبعت الشيء وقت السياسي، ومش السياسي هو عالم الاجتماع محلل، هي مراكز دراسات لازم تخلق وتحلل، اما حتى السياسي يقول الكلمه هذه يا اخي بالبساطه هذه بالصدفه كانوا نكونوا الاولانيين قبل الثوره بعد هذا الثوره فشل سياسي بالاساس. هذا فشل سياسي بالاساس، هذا فشل سياسي ان نكون المصدر الاول لبؤر التوتر، هذا فشل سياسي ايضا من ايام بورقيبه ومن ايام بن علي وغير دقيق المصدر للارهاب، هناك تضارب ثم تضارب في قبل الثوره، الرقم الحقيقه معروف كانوا في العراق كانوا الاغلبيه تونس طبعا كان العدد اقل، ما نحكي على النسبه السعوديين قبل ولا توانسة قبل، هذه حقيقة طبعا تضاربت الأرقام، لكن كثير هو العدد 2919 لأفريل 2017 هذا رقم رسمي، يعني هو حتى توانسة. الرقم معناه اللي يعرفوه فما 5000 هذا مبالغ فيه محمد، فما بعض الأخوة الصحفيين شو سوريا زي سمعني محمد إذا قارنوهم اليوم بعدد توانسة اللي هم تقريبا زهاء ال 11 مليون نسمة يعني ولا شيء، لكن الظاهرة موجودة اليوم، ما نجموش نغطيه عين شمس بالغربال. أنا نضم صوتي الصوت سي محمد والصوت سي ناجي، اليوم احنا نحتاجوا لمقاربه شامله ومتكامله، اليوم نحتاجوا وانه نبعدوا عن التوظيف السياسي والرخيص تحييد المؤسسه الامنيه. للاسف مكي احنا في محمد. كل عمليه ارهابيه نشوفوا هناك نوع من المؤسسه الامنيه في قلب الحدث، حديث تحييدها حديث ترف ام حديث ضروره؟ لو تسمح ان نوصل الفكره بكي، انا نعتقد انه اليوم السياسيين عندهم مسؤوليه كبيره، وانا ما نقصدش لهنا مباشره التيار الديمقراطي، اليوم النخبه السياسيه برمتها اليوم عليها وانها تقوم بمراجعات، انتظارات الشعب التونسي اكبر من الاداء الحالي للنخبه السياسيه، صحيح اليوم ربما لحظه وحده وطنيه يلزمها تتوفر، لكن في المقابل اليوم الظاهره الارهابيه راهي ما زالت موجوده، الخطر الارهابي ما زال موجود، المقاربه الثقافيه والتربويه مطلوبه جدا اليوم، لانه الارهاب في نهايه الامر هو فكره يتغذى، لازم نقاوم هذه الفكره، صحيح فما ظروف وبيئه اجتماعيه واقتصاديه، ولكن اليوم غالبيه التوانسه هم من الطبقات المهمشه والفقيره والمسحوقه، وبفضل مدرسه الجمهوريه اليوم تلقى الصحفي وتلقى الطبيب وتلقى السياسي وتلقى الناشط الحقوقي وتلقى الميكانيسيان وتلقى الالكتريسيان، يعني اليوم نعتقد انه على الدوله مسؤوليه كبيره، على المجتمع المدني ايضا دور كبير، احنا في امس الحاجه لتفعيل هذه الاستراتيجيه اللي بقات حبر على ورق، احنا نحتاج اكثر اليوم لفتح نقاشات عقلانيه حقيقيه حول مسائل كما العائدين من بوار التوتر، كما ايضا الارهابيين الموجودين في السجون، اليوم ايضا العناصر اللي هي تحت المراقبه واللي هي اليوم تخضع لنظام امني معين، اليوم هذه ملفات موجوده، هذا واقع تونسي نعيش فيه في جزء صغير نعم من المجتمع التونسي، لكن يلزمنا ننظر لانفسنا في المراه ونحاول نعالجوا هذه المشاكل حتى تنجح التجربه الديمقراطيه، حتى ما يكونش الارهاب عقبه اليوم تبعثر اوراق التجربه الديمقراطيه، اليوم العمليه هذه والمحاوله الغادره هذه الهدف الاساسي منها هو احداث ارتباك سياسي، صحيح فما ازمه سياسيه، صحيح فما أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، لكن التوانسة يلزمهم ديما يكونوا متوحدين ضد الإرهاب، وذاك علاش احنا في نقابة الصحفيين منذ سنوات رفعنا شعار الحياد مع الإرهاب.
ما فهمش حياد 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 مع الإرهاب أسطورة تسقط تتهاوى مع التهريب مع كل مسائل الأمن القومي، هذا نتفق فيه مبدئيا كصحفيين وإعلاميين على الأقل. محمد اليوسف عضو المكتب التنفيذي الصحفي، حبيت نشكرك على هذه المداخلة وعلى وهي تثوير الأسئلة في حلقة اليوم، غدوة ممكن نقرأه بأكثر عمق. أشكرك لأنك جيت معنا في ساعة وقت اللي استحقنا لك، لبيت الدعوة. شكرا لك، ولو التزاماتك مش يدخل سياسي. كلمة صغيرة فضل. اليوم ربما بعيد على موضوعنا الآن، فما شاب تونسي عمره 33 سنة هو الأزهر روين، هذا الشاب من الناجحين في كباس 2017، توفى وتم دفنه أمس في مطماطة من ولاية قابس. الشاب هذايا يعني رغم المراسلات توجهت لوزارة التربية ورغم الحلمة الكبيرة اللي تخلقته من خلال الكباس وأنه يدخل ويقري وما كانتش كانت أحلامه، بسيط الشاب هذايا حرم من دفتر علاج، ولكن رغم هذايا رغم ظروفه القاسية الشاب هذايا ما كانش إرهابي بل حاول يكون مربي ويساهم في بناء الجمهورية الثانية. فإحنا نترحمه عليه وإن شاء الله يتم فتح تحقيق في هذا الموضوع لأنه قضية حقوقية بالامتياز. وإحنا نتناول الموضوع هذا، هذا نموذج من يصبر على الجرح ولا يرتمي في أحضان الإرهاب رغم كل أوجاع الحياة، لأنه على الأرض ما يستحق الحياة دائما وأبدا. شكرا مرة أخرى محمد اليوسفي. على المباشر هكذا نتصرف. تبقى شوية محمد ريثما أركز مع ناجي لينسحب ويأتي صديقنا أحمد صديق عن الجبهة الشعبية. ناجي لديك ما تعلق وما تضيف، تفضل. اسمح لي تفضل. ثم حاجتين في تونس ما مش يمشيوا بنفس السرعة. ثم المعالجة الأمنية أو التصدي الأمني العسكري للإرهاب، ثم نجاح كبير وخصوصا في السنوات الأخيرة، هذا مؤكد. ثم عدد كبير من القيادات العناصر الإرهابية في كل تقريبا التشكيلات المعروفة، يعني من داعش إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي إلى كتيبة عقب منافعة إلى بقية التشكيلات، فما من نجاح كبير. لكن التمشي العام أو ما سميت بالاستراتيجية الوطنية الشاملة ما هيش بتمشي بنفس السرعة. لاحظ أنت يعني فيما يتعلق يعني واقع المساجد اليوم يحتاج إلى قراءة شجاعة وإلى الكثير من الجرأة. وقع السجون أيضا ناجي يعني اللي هي محضنة أيضا من حين إلى آخر ومخبر نسمع أحيانا خطبة معناها يلقيها إمام يعني يتحرض على العنف، فيها تحريض على التطرف، فيها تحريض حتى على الكراهية، وشوفنا هذا معناها في مستوى في المدارس وفي المعاهد. شنو الاستراتيجية اللي تطبق فيها وزارة التربية؟ لا شيء. في كلياتنا وفي جامعاتنا في معاهدنا العليا أين يوجد الطلبة بمختلف تشكيلاتهم وتعرف يعني عملية الاستقطاب والاختراق في الفضاء الجامعي سهلة جدا. شو اللي قاعد يتعمل يعني شو المجهود اللي قاعد تبذل فيه وزارة التعليم العالي يعني ليه مكافحة التطرف؟ برشة أسئلة وما زال عنا يعني هنا يلزم السياسيين اليوم ينتبهوا. أنا برشة ما يتعمل في هذا الأمر يعني هي ورشة مفتوحة كبيرة في مقاومة الإرهاب، في الترقي بالتعليم، في التنمية، في برشة، في التجهيز والبنية التحتية، شيء ما بيجاز شديد. لابد أن أرحب بضيفي باش نواصل اللي انطلق منه صديقنا. فما فونداسيون في المغرب اسمها فونداسيون محمد 5 pour l'insertion des prisonniers، المؤسسة هذه ادماج السجناء اللي هما مواطنين في الإرهاب، استفادت من البحث العلمي، استفادت من التجارب بالبلدان الأخرى. ثم تجربة المناصحة في السعودية لم تنجح، عاد أغلبهم رغم أنه تزوج وعطوه فلوس، مش هذا الحل. نعم. أعتقد الإدماج بشكل آخر ربما الإدماج بشكل آخر ولا بد معناتها المقاربة الأمنية وحدها ما تنجمش، تاو مقاربة فكرية اجتماعية يعني معركة خلود وعقول معركة فكر. تونس حسيناها واقفة عند المقاربة الأمنية وهذا هنا نشوفه نتيجه تزيدوا انقلبوا هذا وغيره. مع ضيفنا الأستاذ أحمد صديق عن الجبهة الشعبية فليتفضل بيننا. مشكورا أستاذ أحمد، رحب بك، تتخذ لك مكانا كيفما كان هذا المكان، ومبادر بسوالك سياسيين بجنب بعضكم وإعلاميين بجنب بعضهم، وفرصة أنه نساهموا في لقاءاتكم الودية بالتأكيد. زحمد، ما الذي جرى اليوم في شارع الحبيب بورقيبة وتداعياته في المدى القريب على الأقل؟ ما جرى ما زلنا نتابع التفاصيل حسب ما ترد من الجهات المسؤولة ومن المعلقين والمحللين، ولا نملك يعني رواية واضحة إلى حد الآن، وهذا طبيعي يلزم شوية وقت طبيعي. لكن أنا نتابع في كل ما اللقاءات الإذاعية والتلفزية المخصصة لهذا الحدث، وسأكون واضحا وصريحا وربما مزعجا بعض الشيء. فضل. هناك جمل لم نعد نطيق سماعها مثل. مش أنا، المواطنين التوانسة مثل
مثلا أن نأتي بعد الحدث مباشرة ونحاول ربما بحسن نية وفي بعضها بسيء نية أن نعوم الأمور. لا لا نعوم هنا، ما نحكيش عليك أنت وما نحكيش على هذا البلاتو، نحكي على الخطاب السائد من قبيل كفانا من التوظيف الرخيص السياسي. أنا توظيف رخيص عندما نتحدث عن المسؤوليات التي أدت إلى هذا الوضع في قلب السياسة وإلى عدم القيام بأي شيء لتغيير تلك الوضعية التي خلقتها تلك السياسات. نحكي أكثر بوضوح، يعني إحنا عشنا تمشي كامل في فترة معينة يتسامح ويتغاضى ويبرر ويحمي أولئك الذين يفجرون أنفسهم ويطلعون للجبال. من تقصد تجربة الترويكا؟ لا لا بشوي، خلينا نسميه فترة حكم الترويكا وما قبل الترويكا، مجلس التعويم أنت سمي وما قبلها، فترة ما قبل حكم الترويكا وهي فترة التسيب، والتي طبعا الفاعلين فيها الرئيسيين كانوا خارج سلطة الحكم وفيهم من كان داخل يملك أدوات الحكم وتم التسيب في هذا الموضوع. رسالتك وصلت في الآن، في الآن في فترة حكم الترويكا قلنا أنهم يتدربون في الجبال، قالوا أنهم يمارسون الرياضة، قلنا أن هناك أموالا هائلة تدخل وتذهب إلى مكامن الإرهاب باسم الجمعيات، قالوا أن ذلك في إطار القانون وأنتم ضد العمل المدني. قلنا أن ما يروج من خطاب في المساجد والساحات العامة من طرف جهلة، من طرف متخلفين، من طرف مستغلين لمشاعر الشعب، قالوا أنتم تريدون إعادتنا للقمع. نحن اليوم نجني ثمار ذلك. صحيح كل دول العالم تعيش حالة من الإرهاب، وكل دول العالم هي ضحايا بشكل أو بآخر لإعادة تقسيم للأدوار في العالم على مستوى جيوستراتيجي في علاقة بالثروات وفي علاقة بالأموال والسيطرة على مقدرات الشعوب، وهؤلاء الذين يستعملون في الإرهاب ليسوا إلا أدوات. هذا كل متفقين فيه. نعم. ماذا فعلنا فيما تم التوافق حوله بأنه كان خطأ؟ تقريبا ثم اتفاق أنه كان خطأ، سياسة خطأ. أنا نحب نمشي مباشرة اليوم، سامحني سامحوني لكلكم، تفضل، للعمليتي أنا مش عملياتي. أنا نتسائل ماذا صنعنا فيما أقرينا بأنه كان خطأ على مستوى التعيينات، بل بعضهم يعاد تعيينه اليوم في مراكز حساسة. منذ اغتيال الشهيدين الإبراهيم وبالعيد يا 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 سي يا يا وخياني اللي تفرجوا فيه وخياني السياسي، ما هذاك إرهاب راهو بعد عملية إرهابية، راهو ما حدش نجمو نمسكيو. يعني لازمنا نمشوا مباشرة للهدف ونسميوه ونتحملوا مسؤوليتنا. إذا كان باش نحكوا على التربية والتعليم والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأحياء المهمشة، هذه مسائل عميقة تحتاج حلولا استراتيجية وتحتاج فعلا ثقيلا في الزمن. احنا لازم نورد أيضا الأمرين أو نصفين من الكأس. تم نجاحات أمنية هامة جدا، لا لا هناك نجاحات أمنية هامة جدا. مش نحكي سياسة، نحكي أمن هون. إيه شوف، مفهوم العمليات والأمني والهيكلي وفما ما هو السياسي. احنا النجاح اللي عنا وهذا يلزمنا نقولوه هو انه عنا نجاح على المستوى العملياتي، ولكنه نجاح يظل قاصرا مثلوما ومبتورا. علاش؟ لان السياسي لم ياخذ مسؤوليته بعد في مستوى التضحيات العملياتي. شوف جبنا قداش 14 20 هليكوبتر تقاطر في الليل في الشعامبي، مو جبناه؟ عملنا برنامج تدريب طموح جدا مع الأصدقاء. منذ أيام قليلة صارت عملية استباقية تمت فيها كمين ونصف بالي إرهابي نزل من الجبل. هو مجرد طمسه. هو سامحوني إذا كنت هو مجرد استعمال أدوات ناسفة حسب الرياضة الأولية زي محمد وطول نشوفه محلية وما هي سوفيستيكية وما هي جاية من ليبيا من الجزائر. هذا نجاح أمني آمل وفات أنه يقع بيحدث. يعني عندنا خلل موش طبيعي وموش عادي على مستوى العمليات. دول العظمى مش بذكرك الباتاكلون وحصون وقلاع أمنية يجري فيها. لا, 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 لا موضوع آخر. لا ما زاد شو فرق ما بين دولة متروبوليتان كما باريس مو فما راهو مقارنات ما تصيرش. كيف ما تصيرش؟ زعما أجهزتهم الأمنية ضعيفة. لا الوضعية أعقد عندهم. نقول لك راهم كل تقدمهم العلمي لأنهم هما مناخ الحرية في التنقل أقوى عندهم داخليا. سامحني وشكون اللي عملوا في العمليات في فرنسا وفي غيره؟ مو من المقيمين منذ سنوات غادي. مو هذا هو ولا وإمكانياتهم أضخم، ولكن التعدد الإثني والعرقي ومساحة أصعب. الحرية والمنظومة الحقوقية أيضا. شوف هذه راهو يصير في العالم الكل، ليس مبررا لأن يقع. لا مش مبرر. لا بعيد اليوم اللي وقع نقول احنا حسب المعلومات الأولية إن شاء الله باللطف نحن نتوقع حسب المعلومات تبريد. المتوفرة وما تم تداوله وما تم ما نقولش تهديد به التلويح به في تصريحات لمسؤولين سياسيين راهو مستقع اغتيالات ومستقع كذا، راهو متوقعين أكثر من هكا. ها السؤال ما نخوفوش الناس على كل هذا متوقع يقرأ في الجيوستراتيجية وثم منطق السباقي أيضا وتحليلي. أما السياسي دوره أنه أو مش كنت وين
هو مش قلت أو كل ذي بصيرة حسب اعتقادي المتواضع وكلامي يؤخذ ويرد عليه. هل قمنا بالأساسي والرئيسي فيما يجب أن نقوم به لتضييق المناخ والتضييق إمكانية فعل هذه العملية؟ خلينا ناخذ السؤال هذا السيد محمد. خلينا نجاوب عليها. نقول لك على مستوى التعيينات ما قاعد يعمل حتى شيء، وما دمنا نعيش حالة التجاذب المساومات وآخرها ما ألقي في خطابي أمس. تنجيو. ندعو إلى عفو عام مقابل ماذا؟ تنجيو. أن نعفو عن الجرائم وعن التسيب وعن و و و و وعن التواطؤ في طيلة فترة حكمكم لن يحصل. ربما الآن اللحظة غير اللحظة. سنعود إلى التصريح. سنعود إلى الدعوة إلى الوحدة المغشوشة على قاعدة غلق الملفات وترك الصناديق السوداء مغلقة لن يمر. سنعود إليه. ومستخرج الإرهاب ومستعود إلى المرخ. سمعت السؤال. أنت كنت شريك في الحكم ولو لفترة وجيزة في المرور الوزاري الخاطف أنا نسميه أيام تجربة الترويكا. هل لم ننجز ما كان يمكن إنجازه وكنا قللنا الكلفة لو عملناه؟ اي بون فقط في الست شهور اللي تحكي عليهم نحب نذكر بحاجه معنا ما يعرفوش الناس خطر تصير في الداخل في مجالسنا وفي اجتماعاتنا. انا راني كنت مع الشده من الامنيه ضد كل المظاهر نتاع التسيب مش خاصه في سلفيين فقط. واضح انا بالمناسبه 2011 حكيت على السلفيين كانوا باش يمارسوا العنف. نجموش يمارسوش العنف، ايديولوجيا هي قائمه على هذا ماكش بيصلحها في عام بعد ثوره وتقول ما حلينا لكم مساجدكم وسيبنا لكم قمصان وما عادش يضربكم حد وما عادش يهينكم حد، فبالله التزموا بالدستور وبالديمقراطيه. ما نجموش، فما ايديولوجيا قائمه وحاله الحريه استغلوها باش يستغلوها واضح فما حد اشكال. ف 2013 كان دوري في الجوانب البديه مش مسؤول عن الامن، لكن كل اجتماع حضرت فيه الا واكدت على ضروره التعامل بشده مع كل مظاهر الخروج على القانون للتاريخ. طيب شو قاعد نزيد على حد نقول كان سمعوا كلامي راه خير؟ نتصور كان سمعوا كلامي راه خير، ما نجمش نكون غلط. على كل حال هذه نخليها في غير وقتها. نحن عملنا استراتيجيه زينه صاحبي بسيد في سنه 2015. اول نقطه فيها هو كون ما ندخلوش الصراعات في مسألة الارهاب الا اذا ثبت كون فما سياسي متورط او طرف حزبي يوظف. سننافس كثير من الاشخاص ومن اصدقائنا في موضوع يتعلق بضرورة محاكمة الشخص هذا وكل ما يجب بما في ذلك حتى نزول الشارع إذا هو استقوى بالسلطة. ما عنديش دليل الحقيقة شو نقول. نقول اللي قالوا سي دحمد في 90% منه نجم نقوله غدوة ونجم نقوله كي تهدى الأمور. وبالفعل فما مشاكل متاع تعيينات وفما مشاكل متاع ضرب جهاز المخابرات وفما جهاز زاد غير موضوع التعيينات هذه اللي قائم على أسس حزبية وصاحبي ومش صاحبي وهذا تبع النداء وهذا تبع النهضة واللي هو جزء من الحقيقة بتاع وزارة الداخلية اليوم ويجيب لي واحد مرض في فساد وحطه باش نجم نخدم به كذا ومسؤول على سيوس فشات هذيل كله موجود راه باش نربطوا بعمليه ارهابيه صارت اليوم. انا نجم نجيب لك انظف عباد واكثر ناس كفاءه ايكو ميمسي ضرب ارهابي. ما بصراحه انا لا اسمح لنفسي. تعمل تصريح وانا داخل التلفزيون الوطني جريده فرنسويه نقول لهم فيها تونس مازالت مدينه امنه كما باريس وكما ايطاليا وكما غيرها وتنجم تصير لنا ضربات. اما كونه فما خلل راني لا انفي ما قال على الاقل 89% من اللي قالوا خلل في الجانب وزاره الداخليه يلزم الاطراف الكل ترفع يده. سوس في شاد بيدو يلزم يجيب الكفاءات ما يجيبش كفاءات المورد غالط راه المورد حتى كي يبدا كفاءه كفى وماضي ومشى على روحه مش مشكل تلقى اسمه مش موجود لكن خايف على روحه بملفات بكذا يولي يضعف تحت اي واحد شد عليه ملف. عندك في الداخليه ناس ما عندهمش ملفات ما تنجمش كل البلاد كلها فاز والداخليه كلها فاز. كمل لك الفكره في الجانب تاع الداخلي باش تعداو الاخبار لانه عندنا تسليم جاهزين الاخبار. لست ادري قولوا لي اذا جاهزين مازال جاهزين نكمل الفكره فقط مازال عندنا وقت السي محمد ولا نمرر الصوره والصوت للاخبار ده الاخبار مازال السي محمد. سؤال في خاطري يلح عمليه بلعون تتذكرها اي تزامن الامر ايضا مع تحوير وزاري. كل ما جرى الحديث عن تحوير وزاري يتحرك الارهاب بعض المفتونين بعقليه المؤامره هي قد يذهب في هذه الطريق. جماعه المؤامره ما واجهت مثل هذا التفسير. شوف جماعه المؤامره انا ادعي معناها شوف تحكي لي على الاطراف في الحكم اليوم انا ديما نتهمهم بالفساد وبالتسيب وكذا اللوم ما حاجه عندها علاقه بالارهاب. ما قلتهاش بكري لأن الوقت لا يتسع مش محاضره باش نذكر كل كبيره وصغيره. نعم. شفت لي وصلوا الاوروبيين فيقون به في وقت من الاوقات قالوا لنا يا توانسه راكم انتم من الناس اللي عندكم مخاطر تبييض اموال عندها علاقه بالارهاب. تذكروها هذه ولا هذه خطابي انا مساله 2012 خطاب غيري. جاء الوضع تصلح شويه عام 2014 للتاريخ مع رئيس حكومه اللي انا مانيش معناه معاه برشا اصحاب اللي هو سي مهدي جمعه للتاريخ. معناها جاء هكا سكر شويه جمعيات وكذا وكذا. نحن لومناه وقتها على الطريقه قلنا غير قانوني امشي في قانون طول حيلوا على قانون الارهاب. وطبعا مش وحده كان معاه زيد سي عبد الرزاق بن خليفه كان عنده دور ايجابي باعتبار وقتها كان كاتب الدوله وقاعد يداري واشتغل عليها من جوانب قانونيه وكان فما خلاف بينه وبينه في الراي في انه قانونيه تنجم ولا. اما على كل حال الثابت كون بدايه المراقبه شويه على الجمعيات. اما حاله التسيب فلوس الدور ما تعرفش عليها وين هي اللي سمحت فيها حياه مانيش نسمح نروح احترام لسكانها اللي بسميها لك هي شعبيه معروفه في تونس ولا في القاصرين زاد بكل وضوح والناس بنات والناس خذات كمان وكذا والبوليسيه تعرف الناس كل تعرف كانوا الارهابي يجيب فلوس الناس حتى الفقر والتهميش وناس اللي عندها قيم
لا دينيه ولا وطنيه ولا يوم بوطن. سمحني هذوما باعوا رواحهم للارهابيين، وحتى كان فما الايديولوجيا تدخل مع الايديولوجيا المصلحه الماليه. هذا مناش لو راقبنا حركة تمويل معناها حركة جولان الأموال وتنقل الأموال في تونس، والبنك سنترال القام بواجبه، والأمن القام بواجبه، العمر القام بواجبه في الجانب هذا. جوانب اقتصادية أكيد. لا مش نحكي على الأزمة الاقتصادية، نحكي لك على الأموال اللي تدور ما تعرفش عليها، عند جمعية طبعا، عند حزب، عند تنظيم إرهابي في ثنية ربما تعداو منها كشوية لتنظيم إرهابي. هذا راهو صار. صار. هذا راهو شو صار أكيد بالمنطقة لازم يكون صار. من اللي يجيبوا في الفلوس؟ توا كان لاحظة تسمع اخبار من قبيل كانوا هبطوا شدوا سلاح على واحد وخذوه ما عنده قفه. قبل ما كانوش، قبل كانوا يعطيو 5 سورو على قفه ولا يعطيو 2 سورو ولا على علوش يعطيو 1000 يورو كان لازم، كانت عنده برشا فلوس. ثم تشفيف اما هذا مش تونسي اللي عملوا اللي صلح هذه يوسفني باش نقول لك الوضع الدولي هو اللي سكر عليها من النيجر وتجارتك الدخان وغيره. ما نرزموه معناها ما نجمش نقول والله نحن عملناش خاص كنا عملنا نحن. محمد تعرف مواعيد الاخبار مواعيد لابد من احترامها، خاصه انه مشاهدينا الاعزاء ينتظروا في تفاصيل اكثر في صورة أكثر. احنا نضوي بالتحليل وننير بالتعليق ومحاولة الفهم. يسر الزنادي زميلتنا في قسم الأخبار، أكيد لديكم الجديد والمفيد للرأي العام وما ينتظره التونسيين التونسيون. تفضل يسر عندك الكلمة. نعم شكرا لك مكي، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الإخباري.